الأهلي بيبدأ مبارياته اليوم في مونديال الأندية وهدفه ميدالية رابعة في المشاركة الثامنة. المدرب الأجنبي دايما كلمة السر في ميداليات الأهلي، فعلها مانو جوزيه مرة وحققها موسيماني مرتين. ننتظر من كولر ميدالية جديدة تضاف لإنجازات النادي الأهلي التي لا تعد ولا تحصى. منتظرين رجالة النادي الأهلي كعادتهم مشرفين لكل جماهير الكرة المصرية، وننتظر من جماهير المغرب العظيمة مساندة معتادة منهم لممثل مصر. إن شاء الله خير.